يبقي رجل يبقي رجلا من رجليه في 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 سهل او في حقل الاصاله والتراث، والرجل الاخرى والقدم الاخر في حقل المعاصره والحداثه. انا لا مانع لدي ان يتحدث الناس كما يريدون، لكن عندما تكون اللفظه موجوده لديك ومتناول في متناول لديك، لماذا تذهب الى لغه اخرى؟ يقال نحن هكذا نتحدث ودرسنا في مدارس اجنبيه. اخي، انا عشت معظم حياتي في بريطانيا، ادرس في جامعه من اعلى واعرق جامعات العالم، كل كتبي باللغه الانجليزيه، كل ما كتبت باللغه الانجليزيه، افكر باللغه الانجليزيه، اتحدث باللغه الانجليزيه، لكن حتى الان لم احاول ان اخلط بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. ربما لا تحب المكياج، ما تمكياج. نعم، هو توجه، هو عباره عن توجه هذا الشخص. نعم. اذا كان توجهك انت انتماء لهويه معينه ليس على حساب هويات اخرى، حلو، لا تقوم بعملية خلط لغوي. شكرا دكتور. السؤال الثاني. المحاور صراحة كثيرة واللقاء أكثر من رائع. آخر سؤال. نعم. هو موجه للأستاذ زياد، يقول لك كيف نستطيع تضييق الفجوة بين الصحافة وبلاغة بعض الكتاب ومواقع التواصل الاجتماعية الفقيرة لرونق لغة الضاد؟ كيف نستطيع تضييق الفجوة بين البلاغة عند الكتاب وما نشاهده من ركاكة في التعابير عند مواقع التواصل الاجتماعي من وجهة نظرك الشخصية؟ لا، من وجهة نظري الشخصية أن لم يعد هناك ركاكة في مواقع التواصل الاجتماعي. أصبح الآن الشباب العرب يعبرون في 140 حرف فقط عن فكرة كبيرة، فكرة جوهرية، بينما بعض الكتاب في الصحف لا يستطيع في 140 حرف أن يكتب جملة واحدة. يعني بعض الكتاب يكتب ولا 140 كلمة، بعضهم يكتب 2000-3000 كلمة حتى يوصل فكرة. الركاكة اللفظية مش الركاكة في تكوين الجمل، حتى الركاكة اللفظية هي جذر أو أساس لتكوين الجمل. أنا أعتقد أن، وقلت قبل قليل، أن تويتر خدم اللغة العربية ويجب أن نوجه له رسالة شكر مثل ما نوجه رسالة عتاب لمواقع تواصل سابقة. هذا يؤكد الآن بأن تويتر بالفعل يخدم اللغة العربية والشباب العرب. شكرا لك. في 140 حرف يقدمون فكرة. طبعا الأسئلة كثيرة. شكرا لكم وشكرا للحضور. نأخذ مداخلات الجمهور هنا. أولا أستاذ عميمور، ميكروفون. صباح الخير. اللغة العربية الرائعة التي تحدث بها فاروق شوشة تجعل الإنسان مضطر لكي يوافق على كل ما قاله حتى ولو لم يتفق على بعض ما قاله. الواقع قوله بأن الإعلام هو صانع اللغة العربية الحديثة، هذا صحيح، وتأكيده الذي يجب أن يستكمل هذه الجملة حتى لا تكون ويل للمصلين، هي أن اللغة الحية هي اللغة المنطوقة. معنى هذا يجب أن نفرق بين ما هو مكتوب وما هو منطوق. ما هو مكتوب بسرعة مستواه جيد، اللهم إلا إذا تفادينا بعض النظرات الجديدة أو الدعوات الجديدة، مثل المطالبة بالتخلص من المثنى لتخفيف اللغة العربية، ومعنى هذا نلغي سلطة الرحمن نهائيا. هناك أيضا فيما يتعلق بالكتابة خطر، وأنا هنا أقول أنه خطر. مثال بسيط جدا، منذ حوالي 20 أو 30 سنة مش متذكر، خرجوا 4 مغنيين في بريطانيا، الاسم المعروف عنهم هو الخنافس، ولكن الخنافس جاء تسمية أو وصف من صحفي عربي اعتقد أنه بيتلز. اللي هي B-E-A-T معناها خنفس، في حين أنه بيتل هو B-E-E-T، ولكن ما زلنا إلى يومنا هذا نكرر نفس الخطأ ونقول خنافس. نعم. في حين لا علاقة لهم إطلاقا بالخنافس، وهي ترجمة خاطئة. خنافس ما لهمش منافس. نعم، المنطوق الآن هو الأخطر. يعني عندما نفرق ما بين ما يقوله الأستاذ هيكل وما يقال في التوك شو. في سؤال معين أستاذ؟ في سؤال موجه لأستاذ فاروق؟ في سؤال؟ لا، مش للوقت، لأن التعليق عشان على ما قيل. نعم، شكرا. أستاذ شاكر نوري. نعم، سنأتي إلى هنا حتى لا نتحيز إلى الصف الأول. آه،
شكرا جزيلا. هي ليست أسئلة بل بعض التوضيحات. أولا أود أن أشير إلى أننا لا نستخدم من أحدث قاموس في اللغة العربية وهو عمره أكثر من 1000 عام. نعم. لسان العرب سوى 10%. بالضبط. وهناك شعراء كبار مثل الراحل نزار قباني أو عبد الوهاب البياتي لا يمتلكان في قاموسهما اللغوي إلا على 50 كلمة يتداولونها في دواوينهما الشعرية. إضافة إلى ذلك أود أن أسأل الحضور جميعاً، أين اللغة العربية من العلوم والفلسفة؟ وكيف لهذه اللغة أن تتطور إذا كنا لا نقدم للعصر أي شيء في عالم المخترعات والابتكارات؟ والبعض يتذرع بأن التقديس يعني يعيق عملية الإبداع، وبينما كان المتنبي أبدع في ظلال القرآن. إذن الصورة ليست وردية لهذه الدرجة كما يقدمها الأستاذ فاروق شوشة بالنسبة للغة العربية. شكرا وشكرا. شاكر. نعم هنا نرجع إلى الصف الأول. علي بن موسى، المجلس الدولي للغة العربية. نعم. الحقيقة يعني من الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن اللغة العربية في خطر، والحقيقة هي في خطر. مهما حاولنا أن نتفائل فيجب أن نأخذ دور الطبيب. لدينا يعني مشكلات متعددة في اللغة العربية، لا يعني ليست فقط يعني مختصة في قضية الإعلام. الفرق الفجوة الآن تتسع بين اللغة العربية والعلوم والتقنية والصناعات. الآن لا يوجد لنا كما تحدث الزميل السابق أي مساهمة في هذه العلوم، وبالتالي لغتنا سوف تتحول إلى لغة يمكن شعراء فقط أو لغة بعض المحدثين في المساجد. مستوى تحصيل طلابنا منخفض جدا، أدائهم العلمي منخفض جدا. السبب ضعف اللغة التي تدرس بها سواء كانت في التعليم العام أو في التعليم العالي، وبالتالي لدينا إشكالات أيضا في البحث العلمي. نحن أساتذة جامعات لا نستطيع أن نؤلف، سبب ضعفنا في اللغة. أستاذ لديك سؤال. نعم. آخر شيء، اللغة أيضا مرتبطة بالترجمة. العرب ليس لديهم ترجمة، السبب أيضا يعود إلى اللغة. نعم. موضوعات كثير حول قضية اللغة. إشكالية. شكرا. نعم. هناك في بنوتة ميكروفون. نعم. نسمع مداخلات الجيل الجديد. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. هلا سرور. أنا حابة أسأل الأستاذ فاروق شوشة، كيف للمعلم كيف يستطيع كتولز كأدوات أن يوصل تولز ولا أدوات؟ أدوات درهم. لازم أحط حصالة. أن يوصل اللغة العربية بجمالياتها بعيدة عن صلابة النحو التقليدي للأطفال. وبحب أشير كإعلام لفضائيات خاصة بالأطفال مثل قناة البراعم. نعم. يعني هاي كان لها تأثير كبير على الأطفال في المدارس الفلسطينية، بحيث أنه الطفل كان يروح المدرسة يتحدث باللغة العربية الفصحى. نعم. يعني إذا بتحب أذكر موقف بسيط طريف، يعني واحد أحد الآباء ذهب إلى المدرسة يشكو قول ابنه إنه لأبيه ويحك لقد دست على قدمي، يعني لما والده دعس على إجره. فإنه يعني في أدوات معينة يستطيع المعلم أن يوصل اللغة العربية بطريقة سلسة وبسيطة. حاب أسأل بس الأستاذ فاروق. نعم. عن هاي الأدوات. أستاذ فاروق تجاوب. يعني أولا تعليم النحو وهو أعقد وأصعب وأكره ما في اللغة على صدور وعقول النشء المتعلم، لا بد أن يتأخر. نحن لا بد أن نبدأ بما يسمى النص الذي يقرأه الناشئة ليفهموه، ليحسنوا فهمه وتحليل عناصره وإدراك مراميه والدلالات التي يحملها. وخلال تعلم النص وبطريقة غير مباشرة تستخلص بعض أوليات دروس النحو، كأن نقول مثلا ما هي الكلمات المرفوعة في هذه العبارات، ثم يبدأ السؤال التالي لماذا رفعت هذه الكلمات، فنكتشف مثلا أن جميعها مرفوع لأنها الكلمات الأولى في كل جملة، فنقول الاسم الموجود في مقدمة أي عبارة عربية لابد أن يكون مرفوعا.
بهذه الطريقة دون أن نكتب على السبورة درس في المفعول المطلق، درس في المعرب والمبني. هذه أشياء لابد أن تكون من داخل سياق، أي من داخل نصوص. والتقرير الذي أعدته لجنة تطوير تعليم اللغة العربية أشار إلى فكرة النصوص الكلية، أي نص يمتلئ بأفكار ومعاني ودلالات نبحثه فهماً وتحليلاً وتذوقاً جمالياً، ثم نقف عند بعض التراكيب الإعرابية والصيغ الإعرابية فيه. بالنسبة لمن أشار إلى اللغة العربية والثقافة العلمية، أقول له إن في مجمع اللغة العربية في القاهرة أكثر من 20 معجماً نقل إلى العربية مصطلحات الطب والصيدلة والرياضيات والهندسة وكل المعارف العصرية، دون أن تعجز اللغة مرة واحدة عن صياغة أي مصطلح أجنبي، سواء كان أصله إنجليزياً أو فرنسياً أو ألمانياً أو غير ذلك، إلى اللغة العربية. نعم. فهناك من يعمل في هذا المضمار. المجمع السوري ترجم كل مصطلحات الطب، وسوريا دولة عربية وحيدة تعلم الطب في كلية الطب باللغة العربية. تعريب الطب. الله يحمي سوريا. نعم تفضل. إبراهيم محمد حاج علي، جمهورية السودان. أشكر لكم حسن التنظيم. اللغة العربية بين هجنة العامية وغرابة الفصحى، هذا موضوع للنقاش. اللغة العربية في مواجهة العولمة، موضوع للنقاش الاتصالي. نعم. اللغة العربية تسود عندما تسود الحضارة العربية، وعندما تسود الصناعة العربية في خضم السوق العالمي، فاقد الشيء لا يعطيه، وهي حقيقة. فإذا كان المدرس الذي يدرس والإعلام الذي يتكلم في الإعلام لا يجيد اللغة العربية حداثة ومنطقا وتكلما وكتابة وفصاحة وبيانا، لا يستطيع أن ينشر اللغة العربية. جهود السودان في إحياء اللغة العربية أنا أن أراها هي الجهود الرائدة. الأمر الأخير، اللغة العربية بين الغداسة البيانية والضرورة العلمية، وأقول إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. شكرا دكتور رضوان. سننتقل، حب الكل يتكلم. السلام عليكم. الوقت. دكتور رضوان الدبسي، فضل. مستشار جامعي عضو مؤسس جمعية حماية اللغة العربية، الإمارات. نعم. شهدنا عيدا كبيرا للغة العربية في 3 مناسبات. أولاً أشكر حضرتك على بدايتك للندوة بنظرة التفاؤل العظيمة، وما أتبعه الأستاذ فاروق أيضاً بفكره النير وبمساهمات السادة المحاضرين والسيدة الكريمة. أقول عن الإعلام، الإعلام العربي ينبع من قلب العرب ومن قلب العروبة، فلا غرابة فيه، ولكن بتحفظ عن بعض القنوات الفضائية. نعم. كان أستاذنا في أكسفورد البروفيسور عبد الله الطيب رحمه الله يقول: لا تخافوا على لغتنا العربية فهي مقدسة، ولكن حصنوا بيوتكم من الداخل. مع ذلك أشكر المسؤولين بكافة المستويات والدرجات في عالمنا العربي، في دولة الإمارات وفي كل العالم، وأشكر حضراتكم ومن يهتم بتعزيز وحماية اللغة العربية. وأقول: لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أهدي إليكم الدنيا بما فيها. شكراً. شكراً. شكراً دكتور. في صباح الخير. صباح. دكتورة وليد الفل. الشيخ صحفي وإعلامي بحريني، حقيقة نجدني إلى حد كبير أتفق مع عنوان هذه الجلسة الحوارية. المشكلة في مؤسساتنا الإعلامية وهيكلة مؤسساتنا الإعلامية حينما لا تتورع في اختيار الصحفيين والإعلاميين، تحرص كثيرا على أن يكون هناك قسم للتدقيق اللغوي. لماذا لا يكون الصحفي والإعلامي مؤسساً من البداية على ضوابط وقواعد اللغة العربية
فهي تختار الصحفي لمجرد أنه ينقل معلومة، تختار المذيع لأنه لديه مهارة في الإلقاء فقط. نعم. فلماذا لا يكون هناك اختيار على أساس اللغة العربية؟ سؤال أو يعني أود أن أسمع تعقيبة من المشاركين. نعم. أستاذ فاروق، الوقت. دكتور ياسر، تحب أنا الحقيقة لا أعرف يعني كيف يختار الإعلاميون، لكن أقول ما يلي. أنا كمتلقي للإعلام المرئي أرى مستويات مختلفة. هناك إعلاميون متميزون جدا وعلى درجة عالية جدا، من ليس فقط صحة اللغة ودقتها، أيضا من حيث اتباع أسلوب التخاطب والحجاج، وهي أساليب مهمة جدا في تنمية ثقافة اللغة العربية. وهناك خاصة في برامج الترفيه والتسلية من يعتقد بأن اللغة عبارة عن شيء نستطيع أن نستثنيه ونتجه إلى المحتوى دون الانتباه إلى الأداء. فأقول بأن الإعلام يعني تتماهى فيه أو تظهر فيه صور مختلفة، ويجب أن نكون يعني على درجة من الدقة عندما نقول أن الإعلام به الغث وبه السمين. نعم. وبه ما بين الغث والسمين. لكن اليوم أستاذ فاروق حمل الإعلاميين مسؤولية كبيرة. تمام. إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. بداية عندي عدة نقاط حاب ألخصها يعني. يا ريت. عندنا دقيقة وأقل. أول شيء الأستاذة فاطمة يعني لو أنا حضرت. أنا حاب أسمع الكل. الله يسلمك. الأستاذة فاطمة لو حضرت المؤتمر الماضي، المؤتمر الدولي للغة العربية، اللي كانت غيرت نظرتها ووجهتها في التعليم في الجامعات وفي المدارس. طالب كلية إعلام من جامعة عجمان. الأستاذ فاروق يعني نحن حضرنا المؤتمر الماضي، كان مؤتمر فعال جدا وما شاء الله يعني كانت الأبحاث رائعة. في سؤال، في مداخلة بسيطة. نعم. دور الإعلام في اللغة العربية، دكتور من العراق، دكتور عبد المرزوق من كلية الإمام أعظم في بغداد، قال أن الإعلام له تأثير داخل البيوت، كون أن نحن عالم عربي وكون في ترابط أسري في بيوتنا. كثير منا يشاهد التلفاز وبالأخص القنوات الإخبارية على سبيل المثال، فقال قناة يعني بدون تحيز ولكن قال بالحرف الواحد، قناة العربية وقناة البي بي سي وقناة الفرانس 24 يتكلمون باللغة العامية، والأستاذ محمد كريشان موجود، قناة الجزيرة تتكلم اللغة العربية الفصحى. نحن ليست مشكلتنا باللغة العامية وليست مشكلتنا باللغة الفصحى، نحن مشكلتنا كجيل شاب وغيب، وكلهم طالبوا في المؤتمر بإعادة النظر في مناهج التدريس في الجامعات وفي المدارس أولا. نعم. والشغلة الثانية كيف نحن يعني كشباب كجيل شاب يعني عنده القدرة أنه يعيد هذه الهوية لنا كشباب كلغة عربية. والشغلة الثانية أن الإعلام قال للدكتور من بغداد، قال لي أنه اللغة العامية أو الوسيلة الإعلامية الناجحة لا تتكلم الناس أو لا تخاطب الجمهور باللغة العامية. نعم، تكلم. شكرا. الجمهور باللغة الفصيحة كي. نعم. يستوعب الجمهور. أنا لا أطالب أن الناس يتعلموا باللغة الفصحى ولكن يتعلموا لغة سليمة خالية. نعم. من الأخطاء. نعم. شكرا. أخيرا نأخذ مداخلة من الزميل تركي الدخيل. نمور. الصوت. قطعوا الصوت الوقت لأنه. نعم. تفضل نسمعك أستاذ، نسمعك. نعم. نستطيع أن نوجد وسائل جديدة مشوقة لأطفالنا ليتعلموا اللغة العربية بأساليب تعليمية مشوقة كما هي اللغات الأخرى التي باتا أبناء العرب الأقحاح. نعم. يميلون إليها لأنها أكثر تشويقاً. نعم. يعني أنا عندي ابني، وأمس أسمع قصة ابن لصديق لي، عندهم نفس المشكلة. كلنا نحثهم على تعلم اللغة العربية لأننا فعلاً نخجل أن يتحدث أبناؤنا بلغة غير اللغة. نعم. العربية. طرحنا لكن هذا الموضوع. لكن لا زال لدينا مشكلة في وسائل التعليم. نعم. ولا زال لدينا مشكلة في ضرب زيد عمرو. بالضبط. ويمكن احنا ذكرنا هذا كثيرا استاذ تركي في لجنة تحديث تعليم اساليب تعليم اللغة العربية، ان لا توجد برامج للطفل، يعني برامج بعد افتح يا سمسم ومناهل ظلت هذه البرامج جدا يعني تعيش على بقايا ميزانيات برامج اخرى، وبرامج الطفل مهمة جدا. دكتورة فاطمة، لان اريد ان انهي
فقط بالنسبة للأستاذ تركي، يعني أنا أدرس في الجامعة لكن اتخذت خطوة يعني أعتقد أنها جريئة وقد تكون غير مقبولة من قبل البعض خصوصا المتخصصين في البلاغة العربية. أنا الآن أدرس البلاغة منذ سنتين من خلال الأغاني، أغاني فيروز وكاظم الساهر والأغاني باللغة العربية الفصحى. طبعا اعتدنا على تدريس البلاغة يعني ولنا الشرف من خلال النص القرآني، لكن وجدت أن هناك فجوة كبيرة ما بين الطالبات وبين المادة البلاغية، فحولتها تماما إلى نص متكامل ونص مألوف بالنسبة لهم، ووجدت فرقا كبيرا، أصبحوا يتذوقون، يشعرون بجمالية ما يقرؤونه، فرق ما بين تدريس نعم. يعني القواعد نعم. الجامدة، فربما نستطيع أن ننتقل إلى المراحل الأدنى. كلمة واحدة يعني لن ينفع اللغة العربية كثرة مديحنا لها، ما زلنا نعم. إلى الآن نقول اللغة العربية لغتنا نعم. التي أكثر خدمة نقدمها للغة العربية هي أن نتكلم نعم. فقط كلمة واحدة نتكلم اللغة العربية ونمارسها. تكلم اللغة العربية فقط نعم. واضح طبعا نعم. واضح من نعم. خلال السياق العام بأن العنوان الندوة كان ينبغي أن يكون مذبحة الضاد التعليم شريكا وليس الإعلام شريكا نعم شكرا بصدق شكرا. التعليم هو الشريك في المذبحة نقطة الحقيقة نقطة إخواني على غاية من الأهمية. عندما نقارن تعليم اللغة العربية في مدارسنا نقارن تعليم اللغة العربية الأم بلغة إنجليزية أجنبية نعم. لو كان ابنك الذي يدرس اللغة الإنجليزية يدرسها كلغة إنجليزية أم في بريطانيا لكانت الشكوى أكبر مما تعتقد وهذا أقول هذا من خلال تجربة. ختاما ربما أسئلة كثيرة يعني في هذا الموضوع لأن الموضوع شائك جدا يعني هل يمكن أن نقول أو هل يكفي أن نقول إنها لغة القرآن؟ إنها لغة القرآن هذا الكليشيه دائما نسمعه. إذا إحنا حابين هذه اللغة وهذا فعلا هذا النص المقدس اللي يحمل إرث عظيم يجب أن نمارس اللغة، لا يكفي أننا نكون مثاليين وتجميليين جدا ولا يوجد تطبيق لغوي على أرض الواقع. يعني هذه اللغة اللي استمرت 15 قرناً وأكثر كيف نحفظ لها عنصر الحياة بالممارسة. يمكن شكسبير قال كلمة ذكرت دكتور عبد السلام المجالي الله يذكره بالخير رجع له إذا أحببتها فلن تستطيع أن تراها الحب أعمى. هل هذا فعلاً علاقتنا باللغة العربية؟ إحنا حابين اللغة لكن ما نشوفها ما نمارسها علامة استفهام وإحنا دائماً نمارس السؤال. شكراً لكم.